اليوم رايحين بدلو لا بيب فيسي تاع طواليت دي فيسي لي دو بولو تاع لا كيفات من لي دو كوتي نحيو لو تيب ديفاكياسيون تاع لا شاس و لا بيب اكورديون القديمه اللي عندنا فيها مشكل تاع لا فويت avec un chiffon nettoyer les PVC من الأوساخ même la sortie du tube تاع la chasse نجيبو la PVC مزارو الجديدة اللي تتميز بوجود خمس شفرات مطاطية اللي تصير لنا une bonne intensité نثبتوها بإحكام مع PVC بعد ما تأكدنا باللي لابيب راكبة مليح نعاودو نفيكسيو لاكيفات في بلاصتها Profex